تلميذة شهرزاد السهراني، تلميذة في سنة ثانية بكالوريا شعبة العلوم الرياضية خيار فرنسية أليف. أنا هنايا كنهضر على كاع التلاميذ اللي تم الظلم ديالهم في تصحيح أوراق مصيرية وحاسمة إبان الامتحان الوطني. نيابة على نفسي كنقول بلي تم اضطهاد ديالي في تصحيح ورقة مادة الرياضيات. أتحمل كل المسؤولية لحد الساعة، ودائما ما سأتحملها على الإجابات ديالي اللي كانت واردة في مادة الرياضيات. الإجابات ديالي لا تستحق نقطة 14، هي نقطة غير معبرة بتاتا على المستوى اللي مكتوب داخل الورقة، إنما المستوى ديالي هو إن شاء الله 19-20 إذا ما تم الإنصاف ديالي في التصحيح، وهذا الشيء غادي يخول لي الرتبة الأولى وطنية فقط بمعدل 18 في الرياضيات. كنتمنى ان هذا الشيء يوصل ان شاء الله لجلالة الملك ويتم تدخل منصف ويعدل في مسائل اعادة التصحيح اللي كتر بالمغرب، حقاش هناك تلاميذ ان شاء الله ربي ما يضيعناش، ان شاء الله يتم الاسترداد الحقوق ديالنا. إجابة على بزاف ديال التساؤلات ديالكم، أنا الصباح تم الاتصال بي من طرف أعضاء ديال جمعية الآباء بثانوية الوحدة اللي أكدوا لي مع 9:45 أن الورقة ديالي تم إعادة التصحيح ديالها وبأن التصحيح فيها لا يقبل الخطأ. أنا كنسألهم كاملين من هذا المنبر، كيف يمكن أنني لحت الفيديو تل 11 ليلا وفي التاسعة صباحا كي يتم الرد عليا؟ هذا الشيء غير ممكن، لحقاش أصلا البارحة يوم الأحد، ما يمكنش أنه يتم تشكيل لجنة من أساتذة ومفتشين، يتم إعادة تصحيح الورقة ويتم إرسال الرد للنيابة ولا المديرية الإقليمية ديال إقليم تونات. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أننا هاد النهار توجهنا كمجموعة من تلاميذ ديال القسم ديالي الأكاديمية الجهوية فاس مكناس المتواجدة بفاس، تم تكلم من طرف مسؤول بالأكاديمية معنا واللي أكد لنا بلي أي رد رسمي من طرف الوزارة المعنية وزارة التعليم غادي نتلقاوه عبر متمدرس، حيث قدمنا شكاياتنا الإلكترونية. أنا لحد الساعة كل مرة كندخل كنتصفح متمدرس، لحد الساعة مازال ندير لي بلي الشكاية ديالي في طور المعاينة، لم أتلقى لحد الساعة أي رد رسمي لا من طرف كتابي لا من طرف نيابة ولا من طرف الأكاديمية ولا من طرف الوزارة، كما أنني لم أتلقى ترد آخر لا في متمدرس ولا في الإيميل ولا في الأوتلوك. يعني الصحافة اللي كتنشر أخبار تدلل وتزيف الرأي العام، كنقول لهم بلي الأخبار ديالكم لا تستند المعطيات صحيحة وماشي تستند المصادر اللي هي موثوقة. مصادر موثوقة كتقول بلي أنا كتلميذة معنية بالأمر عندي الحق نكون من أول الناس اللي غادي يتعرفوا على نتيجة إعادة التصحيح، بينما أنا لحد الآن مازال ما تعرفت عليها. ثانيا قلنا المسؤول النيت في الأكاديمية بلي ليس هناك إعادة تصحيح، فقط هناك جمع للنقاط وإعادة الإدخال ديالها. كيف يعقل أننا نسميه إعادة صحيح في حين انه لا علاقه ليه باعاده صحيح؟ لو كان هذه العمليه هي فعلا اللي كتوقع، العام اللي داز ما كنتش غادي يطلع النقطه ديالي من 12 ل 19، حيت الاستاذ صحح اسئله قليله وجمعها وحط النقطه ديالها. النقطه الثالثه اللي كنبغي نقولها لدابا، كنقول لكم الله يرحم لكم الوالدين، خاصنا نزيدوا المجهودات ديالنا نكتفوها، لحقاش هذا الشيء في المصلحه ديال الوطن ديالنا كاملين، في مصلحه المغرب. الرساله ديالنا خاصها تسمع، بغينا نكونوا اخر وحدين غادي يظلموا، بغيناهم يتعاملوا معنا بمصداقيه وشفافيه ونزاهه، لا لتضليل الراي العام. وانتم الصحفيين عبر وسائط الاعلام، انتم سلطه رابعه خاصها تنصف الحق، انتم الدور ديالكم الاساسي هو انكم توصلوا الرساله ديال الناس المحقورين ولا اللي عندهم شيء طلبات للمسؤولين. ما تجيو مع حتى واحد، خاصكم تجيو مع الحق، بما انكم لم تتحروا الحق ليس لديكم الحق في تضليل الراي العام.